مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم تويشية رياضية، وهذه المرة معنا ضيوف وضيوف كتار. ضيفنا ديال الحلقة اليوم لعاب قدروا نقولوا عليه ولا كيقولوا عليه عصابي شوية، وخاصنا نردوا منه البال اللي يصدق ضربنا في البلاطو. لعاب ديالنا اليوم هو اسماعيل كوشام. مرحبا بك سي اسماعيل. الله يبارك فيك. انا في دوري ترحب بالطاقم التقني ديال باسانك تي في. شكرا بزاف سي اسماعيل. اليوم عندنا بزاف المحاور ولاو في تويشيه، والمحور الاول اللي غنبداو به تحت اسم اش اخباركم. هذا المحور الشخصيه ديالنا ولا الضيف ديالنا غيعرف لينا به براسو، واخا هو معروف بزاف والكارير ديالو راه سابقو. سي اسماعيل اليوم بغيناك تعرف لينا براسك بطريقه خفيفه وظريفه ويعرفوك الجمهور. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تعرف الجميع في المسار ديال كوشام اسماعيل، حتى هو ترعرع وداز من المراحل اللي كيفاش نقولوا حنا ديال فرقه الهوات، ومن تما بدا ينبع كيفاش نقولوا الصيد ديالو مرارا بواحد الفرقه اللي بغيت نشكر المسؤولين ديالها اللي هي دفاع الترجي. من هذه المباراه كنشكرهم حيت هما اللي كانوا كيفاش نقولوا في البدايه ديالي، فهمتيني، عطاوك الفرصه. من بعدها التحقت بفريق رشاد البرنوصي اللي تاهما لهم الفضل الكبير. من موراهم مشيت للاولمبيك خريبكا، واللي تيعرف الجميع بان في اولمبيك خريبكا الحمد لله دازت الامور، كانت فهمتيني دوزت معهم واحد 3 سنين، كانت ظروف كيف نقول حنا كرويه في مستوى جيد. من بعدها التحقت بفريق الرجاء البيضاوي، الرجاء العالمي اللي حققنا معاه الالقاب، وكانت محطة بارزة في التاريخ الكروي ديال اسماعيل كوشام. صراحة زعما كي راك عارف بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، راه أي لاعب تيتمنى في أي لاعب ماشي حتى في البطولة، من البطولة ومن خارج البطولة، وإما من خارج كنقول حنا في الدوريات اللي كنشوفوا دابا لعاب راه من الدوريات كبار تيجيو يلعبوا في الرجاء. يعني أي واحد كيتمنى يلعب في هذا الفريق هذا، بحكم كيف تنقولوا حنا بالجماهير ديالو، بحكم بالمسيرين اللي كانوا سابقين ديجا الالقاب ديالو هذه ما تهضرش عليها. الرجاء فريق الالقاب. المهم سي اسماعيل كنعرفوك دزتي بزاف المحطات الكرويه، وغادي ندخلوا بالتدقيق معاك في المحاور الاخرين. اليوم بغينا نعرفوا وبغينا نقولوا للجمهور شنو كيدير دابا اسماعيل كوشام، خصوصا انه من يامات بركان ما بقيناش شفناه. حاليا انا بصدد كنتسنى ان شاء الله باش ندوز واحد الدبلوم اللي هو دبلوم سي. هذا هو اللي غيخليني باش نبقى في المجال. هذا هو اللي حاليا فهمتيني كنقول هذا هو الاوبجيكتيف ديال اسماعيل كوشام باش يبقى في المجال التدريب. كما شفتوا كان هذا هو التعريف على اسماعيل كوشام في المحور الاول، وشنو دوز وشنو كيفاش كان الكاريير ديالو الكروي. دابا غندوزو معكم متشبعين للمحور الثاني. المحور الثاني تحت عنوان الحقيقه مع تويشيه. اليوم راه تقول بزاف الحقائق اسماعيل واجد ياك. مرحبا اسماعيل، غنبداو معاك. حنا غنفوتوا البرنوسي وغنفوتوا الترجي، ماشي الترجي التونسي، الترجي المغرب. وبغينا نوصلوا القصه ديالك وواحد المعاناه اللي كنا نقدروا نقولوا هي قصه النجاح ديالك اسماعيل. هاد القصه ديالك ديال خريبكا عرفنا باللي عانيتي بزاف، بغيناك تدوي معنا شويه على هاد القضيه، خصوصا كنتي كديبلاصا في الكيران من كازا لخريبكا، وبعد اختارت كتمشي حتى اوتو ستوب واقيلا. بحكم في البدايه ديال اي لعاب راك عارف، بحكم الامكانيات وبحكم هادشي اللي دويتي عليه دابا راه شي حاجه اللي هي طبيعيه، وحنا فهمتيني ما كنكروش هاد الحوايج هادو، بالعكس هذا فخر لينا. وفهمتيني من راه انطلقنا من هادوك من هاد الامور اللي قلتي، ماشي عيب الواحد يمشي في الكار ولا يمشي في اوتوستوب. الحمد لله الواحد هو خصو غير يكمل في طريقه ويوصل للمبتغى ديالو. يعني نقولوا هاد القصه هي اللي خلاتك ولا هاد الحوايج اللي دزتي منهم في خريبكا هما اللي خلاوك تكون لعاب ودير السميه ديالك في البطوله الوطنيه؟ سي نورمال، سي نورمال، راك عارف الواحد فاش يلاه تيكون بادي ما عندوش حل، ما عندوش اختيار. يعني المجال الدراسي مشى، تيبقى لي غير واحد المجال اللي هو ديال الحمد لله ديال اللي كنعرفوا دابا بان الكره راه الواحد الا عرف كيفاش يسير الامور ديالو راه يقدر يمشي مزيان في المسائل الماديه ديالو في امور ديال الحياه ديالو. اسماعيل كما قلنا خريبكا دزتي فينا بزاف المعاناه، وفي هذه المعاناه كانت واحد اللقطه طريفه وكنا جبدناها في بدايه الحلقه.
هي اللقطه اللي كنتي ضربتي فيها واحد اللاعب الزميل ديالك وسط الماتش، كنتي تعرضتي للطرد، ومن ثم ولات السمعه ديالك خايبه عند الجمهور اللي كتسولو كيقول لك اسماعيل راه قبيح. لا نصحك واحد المعلومه، اول حاجه ما كانش عندي شي معاناه ليا كبيره في خريبكه، بالعكس الناس كيعرفوني ولا بغيتي كاع تفهمني جات تسول عليا في خريبكه ولا كيفاش نقول، حنا ماشي في خريبكه في المغرب كامل الناس كيعرفوني، يعني الحمد لله ما كانش عندي شي سمعه ليا خايبه ولا دزت شي ايكيب اللي زعما شي ريكلامي وشي حاجه اللي هي ما نديرهاش مزيانه. لا بالعكس، هذا فين ما كنت كنحط رجلي الحمد لله كتكون الامور بخير. اما بالنسبه لديك اللقطه اللي دويتي عليها فهي انا نعاود نعتذر لذاك اللاعب، واخا انا ما نكذبش عليك فهاداك فهاداك فهاديك المرحله كانت غير واحد رده الفعل، ولا تبعتي داك الفيديو مزيان غادي تفهم علاش، حيت انا من ديك الرياكسيون ديال رده الفعل اللي جات ما تحكمتش فيها، وانا كنجدد الاعتذار ديالي لذاك اللاعب. شنو السبب في داك رده الفعل؟ واش حيت كانت الفرقه خاسره ولا حيت ما رديتيش ما رديتيش بالاداء ديال اللاعب اللي كان في الماتش ولا؟ لا لا لا، وقع واحد سوء تفاهم خفيف هو اللي خلانا فهمتيني، كانت مناوشات خفيفه اللي جات بداك رده الفعل. اما في ديك المرحله حنا راه كنا رابحين بواحد زيرو في فرمانات. اسماعيل من بعد خريبكه جات واحد الفرقه اللي هي كبيره وبدلات المسار ديالك الكروي والافضل ديالها، اي لاعب كيجي كيقول راه الافضل كبيره علينا. هذه الفرقه هي فريق الرجاء الرياضي. نهار جاك العرض الاول ديال الرجاء باش تجي تلعب، خصوصا الرجاء كانت غتلعب واحد الموسم استثنائي ذاك العام، هو ديال هذاك الموسم غيأهلها لكأس العالم للانديه، كيفاش تقبلتي هذا القرار وما كانش عليك ضغط؟ ما كنتيش كتقول هذا التكليف اكثر من هو تشريف للفرق ليك والاسم ديالك؟ هو صراحه هو بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي كرجع لهم فضل كبير في المواسم اللي دوزت معاهم، واللي كان ليه الفضل الاكبر هو محمد فاخر، بحكم هو اللي كان نادى عليا باش نجي نلعب مع فريق الرجاء البيضاوي. وكيفاش تعرف انت بحكم انا ولد درب سلطان ومن كيفاش نقول احنا من اسره رجاويه، فانا ما ترددتش من المعقل ديال الخضره، من المعقل ديال الخضره كعارف الرجاء درب سلطان، راه كنقول احنا درب سلطان كله رجاء، هو رجاء والمعقل صراحه، فاش كتجي هذه الفرصه ما تيحاولش الواحد وما تيخليكش دماغك ما تيبقاش يفكر فهمتيني. كان عندي بزاف العروض صراحه، ولكن ما ندمش على داك الاختيار حيت دازت الفتره ديالو. ما خفتيش من خريبكه فريق اللي نقدروا نقولوا متوسط في البطوله، الفريق كبير، الجمهور ديالو راه راسو كيخلع، تقدر هذيك 50000 40000 ديال الجمهور غتدخل غتشوفهم في التيران تقدر تلفها، ما خفتيش هذا الشيء يكون سلبي على المسار ديالك الكروي؟ لا لا لا، الحمد لله ما كانش عندي هذا التخوف كاع، حيت اصلا انا ماشي انا اللي جيت للراجا، الراجا هما اللي فهمتيني طلبوا الود ديالي كيفاش نقولوا حنا باش نلعب معاهم، وبحكم انا في الفتره اللي دوزتها في خريبكه ما كنتش من اللعابه المزيانين كيفاش نقولوا حنا فهمتيني، اللي تنادي مزيان، هذا هو اللي خلاني بانني غنجي وانا واثق الحمد لله غادي نادي الواجب ديالي في الراجا. واحد النقطه ذكرتي واحد المدرب اللي جابك الراجا، محمد فاخر، في الاعداد ديالنا ديال هذه الحلقه قلبنا وبحثنا ودرنا اتصالات وصلتنا واحد المعلومه بغيناك تاكدها لنا دابا. هذه المعلومه ان فاخر فاش جيتي الراجا شرط عليك واحد الشرط، قال لك عطيني البريم سينياشور ديالي عاد تلعب في الفرقه وباش تولي تلعب تيتولار، وسمعنا باللي ملي رفضتي مابقاش كيدخلك تلعب تيتولار في الفرقه، وانت كنتي احسن بزاف اللعابه ديك الساعه كانوا في الميليو تيران الراجا. بالنسبه لهذه المرحله هذه وانا غنقدر نقول واحد الكلمه باش فهمتيني باش المتتبعين الكرام يثقوا بكلامي، والله اقول على ما شاهد على ما اقول، والله شاهد على ما اقول، انا بالنسبه لهذه الهضره هذه ما كايناش، فاللقاء ديالي بيني وبين محمد فاخر ما فتش فيه حتى كنت نقولوا حنا 10 دقائق قادين الامور بانني غادي نجي وما غاديش نكون انا هو كيفاش نقولوا الاختيار الاول. فمحمد فخر كتعرف انت فاش كيجي شي فريق فهمتيني خاصو يكون عنده كاع المعدات حنا كنسميوهم هما اللعابه، فاش لقيت اللي غنجي انا فهو طرح فهمتيني هو فتح معايا هذا الموضوع هذا بانني انا نكون الاختيار الثاني ولا الاختيار الثالث، والحمد لله انا قبلت بهذه المساله حتى انا عزيز عليا المنافسه، هذا المكان اما ما كاين حتى شي انا ما كاين لا بريم سينياتور هذه الهضره ديال فهمتيني، وكون كان شي حاجه غنقولها لك تيقناك اسيدي المهم. واحد الحاجه اللي دخلت لي دابا الشك طاحت لي بزاف العلامات الاستفهام، كيفاش لعاب كان حكمها في خريبكه كنتي تمشي لفرقه اخرى ودير ماشي غير بلاصتك دير اكثر من بلاصتك، رفضتي كاع العروض ما بغيتيش تبقى في خريبكه ومشيتي للراجا باش تبقى تكون رون بلاصون في الفرقه،
هذه شويه ما كتدخلش للراس، بغيناك توضحها لينا. لا باش نجيك صراحه، ماشي انا رفضت كاع العروض، زعما كاين العرض ديال الرجاء كان مزيان، وكنشكر من هذا المنبر هذا السي محمد بودريقه اللي تاهو وضع فيه الثقه، وكانوا لبوا لي المسائل اللي كنت انا في الاول فهمتيني طلبتها منهم بغض النظر على الفرق الاخرين. حيت انا قبل ما نجي الرجاء باش نجيك صريح، انا كنت في بدايه كيف نقولوا ماشي في بدايه المشوار، ولكن جاي في الطريق يعني كانوا عندي متطلبات، فانا هاد المتطلبات حطيتهم للفرق اللي كانوا كيطلبوا الود ديالي، وانا ما قدرتش يوفرهم صراحه. الفرقه اللي استجبت للمسائل الماديه هي فريق الرجاء البيضاوي، هذا هو اللي خلاني قلتي اللهم الفلوس على كونك لعبتي تيولا. انا اصلا رجاوي دونك الحب ديال الخضره هو اللي خلاك تسيني في الرجاء. كانوا بجوج، كانت المسائل الماديه اللي كنت انا كنرغب فيها عطاتها لي الرجاء، وانا الحب ديالي. وكون جاتك فرصه تسيني في الرجاء، دابا انت رجاوي، كون جاتك الفرصه تسيني في الرجاء فابور تسيني. الا قلت لك هذه الهضره هذه غادي نكون تنكذب، حيت الواقع ما تيقولش هذا الشيء. هذا انت تعرف ان اللاعب عنده واحد المرحله خاصو يستغلها باش يوفر، حيت اللاعب ماشي هو ديال راسو، اللاعب ديال العائله ديالو الكبيره وديال العائله ديالو الصغيره. وانا قلت لك الا قلت لك غنجي نلعب فابور هذا غنكون تنكذب عليك. اذا اي لاعب كيقول لك انا رجاوي نجي نلعب، ولا كيقول لك انا ودادي ولا شي حاجه نجي نلعب في الفرقه ديالي فابور، كيكذب. لا ما كاينش هذا الشيء، لا ما كاينش هذا الشيء، الواقع ما تيقولش هذا الشيء، والاحتراف ما تيقولش هذا الشيء. اللاعب تيلعب مع الفرقه اللي تتادي ليه الواجبات ديالو، حيت هو عنده مسؤوليات خاصو يقاد امور. هذا الشيء اللي كاين. فكره واضحه اسماعيل. اسماعيل كوشام، نرجع معك شويه للور قبل من الرجاء وقبل من خريبكا. كنتي كتلعب في البرنوسي، تبارك الله البرنوسي راه داك العام البيريود اللي كنتي فيها كانت مشات مزيان في الكوب دي ترون. كنا لعبنا كاس الكاف وتقسينا ضد نادي الترجي، وكنا لعبنا فينال ديال كاس العرش اللي حتى هو كنا خسرنا ضد الجيش الملكي. في داك العام ديال البرنوسي ولا في البيريود ديالك في البرنوسي تعرضتي لواحد الاصابه خطيره، وهذيك الاصابه بحال اللي كنقولوا الكارير ديالك شويه تهرس، لانه جاتك واحد الفرصه باش تلعب في نادي من شمال افريقيا اللي هو النادي الافريقي، والاصابه وقال هي اللي هرست لك هذه القضيه. بغيناك توضح لنا هذا الامر. صراحه جبتي لي واحد الموضوع اللي انا كان صراحه تنحاول باش ما نهضرش عليه، حيت فيما كنجبدوش نقول قدر الله وما شاء فعل. ولكن انا كيف نقولوا باختصار غادي نشرح لك شنو كان الوقت. الوقيته اللي كنت انا في الرشيد البرنوسي، فانا كنت لقيت واحد العرض من فريق النادي الافريقي ياك، وبحكم كانوا بقاو لنا تقريبا شي 4 الماتشات، كانت عندنا واحد المقابله ضد باقا نعقل ضد تماره، وكنت تصابيت في الدقيقه تقريبا لعبنا شي 10 دقائق، كانت جات واحد الاصابه شويه ليا صعيب. المهم انا ما غاديش نسمي كيف يقولوا الاسماء بالمسميات ديالها، ولكن كانوا الناس اللي كان عندهم سبب في هذه الاصابه هذه. الحمد لله فين تقولوا الخير مازال قدام. هاد اسمح لي نقاطعك اسماعيل، هاد الاسماء واش مسيرين ولا اطباء؟ لا لا هادشي ما عندوش، هادو ناس مسيرين. انا حيت انا في اعداد ديال الحلقه عرفت بلي واحد جوج اطباء معروفين هما في فرق كبار، ما بغيتش نذكر السميه ديالهم، هما اللي كانوا بحال نقولوا وقفوا في طريقك، ما بغاوش يعاونوك باش تشافى من ديك الاصابه وتمشي تكمل الكارير ديالك. لا هذه معلومه كيفاش نقولوا خاطئه. انا اللي غنعطيك الحقيقه، هو ان سبب الاصابه ديالي كانوا ناس مسيرين. كيفاش نقولوا المسامح كريم من هذا المنبر هذا. اما بالنسبه للدكتور عبد الرزاق هيفشي ولا الدكتور العرسي، فانا ما شفتش منهم غير الخير، وبالعكس كاع هما كانوا كيفاش نقولوا تيحاولوا معايا بشتى الطرق باش نكون فهمتيني في الهيئه الجسمانيه ديالي وداك الشيء في اعلى مستوى. يعني هذا الشيء هذا اللي كيتقال راه ماشي معقول. ما كيبانش لك اسماعيل باللي ذنوبك خرجوا في هاد الناس؟ هذاك الشيء تيبقى ديال الله فهمتيني، هذاك الشيء العلم لله. انا ما نقدرش نقول لك ذنوب ما ذنوب، غير هو انا كندوي كمجمل، هو كون ما كانش ديك الاصابه غادي نقول لك كون مشيت النادي الافريقي كون هادي. ولكن ما كنتيش غتلعب المونديال وتمشي تدخل القصر وتكون واصي في بطل العالم. والعلم بالله هذاك الشيء تعلم به الله صراحه. الخير فيما اختاره الله، كما قلت الخير فيما اختاره الله. اسماعيل
قناة البرنوسي خويا بقى الراجا موراها بدا الفيلم ديال الصراعات ديالك و... لا 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 إيه مع بركان من بعد لا قبل من البركان كانت الكوكب مراكشي اللي من هذا المنبر تا هما تنشكرهم اللي زعما كيتعاملوا معايا باحترافيه وما عمرني شفت معاهم شي حاجه ديال العيب ودوزت معاهم جوج المواسم لعبنا فيهم تا هما الكوب دافريك كانت الامور بخير وعلى خير وكنشكر الرئيس الورزازي فؤاد الورزازي كنشكر السي هشام الدميعي اللي صراحه تيخدم بواحد الاحترافيه كبيره وخدمته راه كتبان في كيف نقولوا عرقات الميدان من بعد بركان عاود لينا القصه ديال بركان وكيفاش ولا الصداع مع بركان كيفاش جي شي لعاب كبير وما عطاكش الفرصه ديالك وقتلوك في البونجور بحال كنقولوا حطوك في الفريقو لا ماشي حتى ما عطاونيش الفرصه ديالي بالنسبه لبركان دابا حنا كنهضروا تقريبا وجينا في واحد الظروف اللي نتوما تشوف بركان شنو كيعيشوا دابا حاليا صراحه الناس كيبقاو تيتسالوا واش الاسئله ديما كيجي يراودوني بها الناس تيقول لي كيفاش دابا كاين كاع في الفرق اللي مشيتي لعبتي كنت كتلعب زعما كرسمي وكذا وكيفاش وصلتي لبركان وبقيتي كتلعب صراحه انت انا من هذا المنبر هذا ما نكذبش عليك انا تنتمنى من فريق ديال بركان بانه يغير شي سلوكيات فهمتيني ويعطيو كيفاش نقولوا حنا ويعطيو الكل دي حقين حقه صراحه حيت انا في بركان ما فهمتيني ما اديتش اللي عليا حيت ما كانش عندي المجال ما تفتحش ليا كيفاش نقولوا المجال باش نادي داكشي اللي خصني ادي شنو نقدر نقولوا باللي بركان فيها باك صاحبي ما غاديش فهمتيني ما غاديش نقدر نقول لك هذا الكلام بهذه الصيغه هذه اللي قلتي ولكن كاين شي امور اللي ما مفهوماش ومشي انا اللي كنت نقول هذه الهضره هذه حيت دازو مراي لعابه بزاف وقع لهم نفس المشكل بمعنى اصح انا في بركان كنت كتشوف واحد كيف نقول حنا واحد جمله ديال اللعابه هما اللي كيلعبوا فهمتيني ولا لا يعني ما تيكونش تغيير وما يمكنش فرقه راه فيها 30 لعاب فهمتيني ما يمكنش كيبان لك زعما ما كيبانش لك زعما حيت كيحرقوا على اللعاب اللي ما كيدويش اللي ظريف ماشي هادشي هاد المسائل ما دخلش فيها حكره فهمتيني هاد المسائل داخله فيها كيف نقولوا حنا مسائل رياضيه خاص غير كل واحد ياخذ الحق ديالو واللي عنده شي حاجه ياخذها هادشي اللي كاين صراحه هادشي انا معشوش في بركان يعني لقيت بزاف ديال العراقيل وكنقولوا الحمد لله على كل حال الحمد لله مشاهدينا سالينا الفقره الثانيه ديالنا والان غندوزو للفقره الاخيره الفقره الاخيره هي الحنين الى الماضي والماضي اللي عندك راه ماضي زوين السي اسماعيل غنبداو لك هذا الماضي 2013 وكيفاش جات الفرحه ديال الفوز بالبطوله وديك البطوله كان عندها طعم خاص اتاهلكم للمونديال خصوصا البطوله راه كنتو غتخسروها مع الفار في دورات قبل كل ما شويه الحظ ديال كيف ما كنقولوا حيت الراجا في ديك الفتره دازت من فتره فراغ اللي خلات المطارد ديالكم قرب منكم وقرب من الصداره وشوف اي فريق في العالم تيدوز من مرحله الفراغ ولكن بحكم ذكرتي ليكيب في هذيك الفتره فليكيب كانت تستحق انها تكون في كيفاش نقولوا حنا باش نديو البطوله ودينا كاس العرش باش نكونوا في المونديال يعني ما كانش شي حاجه كيفاش نقولوا حنايا بالسهل مي كنا كنستحقوا حيت العناصر جوج العناصر اللي كانت في هذيك لابيريود صراحه انا كنشكرهم من هذا المنبر كانوا اديو اللي عليهم جا العام اللي موراه 2014 الرجاء داز بدايه كارثيه صيفطوا فاخر 10 ايام قبل من المونديال جا البنزرتي ما دخلكمش الشك وانتم غتمشيو للمونديال مازال 10 ايام مشى مدرب صداع في الفرقه كيفاش مشيتوا النفسيه ديالكم كيفاش كانت قبل ما تمشيو لمراكش واكادير باش تلعبوا المونديال وهو بالنسبه لهذه المساله اللي دويتي عليها ديال كيفاش بقى 10 ايام وغنمشيو لكوب دي مون ومحمد فاخر مشى وجا البنزرتي فهاد الامور هادي كنسميوها حنا امور اداريه ولكن هذا ما منعش باننا حنا مشينا بواحد العزيمه وصراحه حتى الخدمه اللي كان دار محمد فاخر ماشي ب 10 ايام غادي تلاشى فهمتيني يعني المجموعه بقات محافظه على التركيز ديالها وبحكم جا السي البنزرتي انه لقى المجموعه حتى هي واجده وهذا اللي خلانا بان مشينا بواحد العزيمه واراده ووصلنا ان شاء الله وصلنا الحمد لله باذن الله للفينال ديال نقدروا نقولوا في هذه الفتره
فاخر هو اللي دار كل شيء، هو اللاعب البنزرتي جا لعب غير الدور ديال الاخ الكبير كيف ما كنقول. لا هو كل واحد خاصو يدي حق ديالو، هو الخدمه كانت ديال محمد فاخر، ولكن من 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 نكروش بان البنزرتي حتى هو بالنسبه للمجال ديالو في التدريب فهو كيلعب بالمستوى العالي، وانت كتشوف هذا الشيء بجوج الفرق اللي كان مشى لهم البنزرتي كيحققوا الالقاب. هو كانت عنده ديجا تجربه سابقه في الالقاب، وهذا الشيء ساعدنا باش نكونوا حنا في الطريق الصحيح. لعبتوا ماتشات كبار في المونديال ومورها لقيتوا راسكم في الفينال، كيفاش تقبلتوا هذه القضيه ديال انكم غتلعبوا الفينال ضد البايرن؟ البايرن ديك الساعه بالنجوم ديالها روبن، ريبيري، مولر، نوير، كيفاش تقبلتوا هذه الوضعيه؟ وصراحه اي واحد كيتمنى يكون في هذاك المقام، ولكن هذا راه باش نجيك صريح، الواحد ما خصوش يشوف هذه الامور ويقول شي حاجه اللي هي مستحيله، حتى حاجه مستحيله. الواحد الا خدم وادى اللي عليه راه الله تيجازيه بالاحسن، هذا الشيء اللي كاين. وحنا فاش لقينا راسنا في الفينال راه بالعمل والجد والمثابره، وهذا الشيء اللي خلانا باش نكونوا في القمه. مورا المونديال جات واحد المفاجاه، استقبال الملكي، كيفاش كان الاحساس ديالك اول خطره غتشوف الملك قدامك غيعلق لكم اوسيمه فرحان بكم استقبلكم عنده في القصر، كيفاش كان الاحساس ديالك ديك اللحظه؟ وصراحه هو احساس كان في كيفاش نقول واحد كان بواحد الفرحه وبواحد فهمتيني بواحد الطمانينه، حيت ماشي سهله، حيت هاد الفرصه تقدر تجيك غير مره في فهمتيني نقول حنا في 100 عام الى حياك الله فهمتيني. فاش حنا باش جاتنا هاد الفرصه هذه كنا جد سعداء، وكنشكروا سيدنا على هذيك المبادره اللي كان صراحه كان استقبلنا، وكنا زعما كاين ما خصنا حتى شي خير، وتهلا فينا والله ينصر سيدنا. القصر مشيتو ليه خديتو هيبات ملكيه كاملين، وصلتنا واحد تنقنيقه عليك وبغينا نتاكدوا منها، كوشا ما لعبش المونديال، خدا وسام استفد من ثلاثه الكريمات، كيفاش هاد القضيه؟ لا ماشي ما لعبش المونديال، كوشا كان في لاليست ديال المونديال، راه ماشي بالضروره باش تلعب المونديال باش غادي تكون فهمتيني في باش غادي توسام ولا غادي تاخذ كيفاش نقول المقدونيه ولا هادي. بالعكس انا راه كنت في لاليست، وصراحه ما تاتاش ليا باش ندخل نلعب شي مقابله رسمي، ولكن هذا ما تيعنيش ان فهمتيني راه ماشي حيت اللاعب صافي ما لعبش راه فهمتيني ما تنقولوا حنا ما عندوش دور، ما يكونش عنده دور. لا اي لعاب في المجموعه تيكون عنده واحد الدور، كتبقى المنافسه هذا الشيء اللي كاين. دابا كيجيك اكو شام تستاهل دوك الثلاثه الكريمات ولا لا؟ من بعد ما اكدتيش لينا واش خديتيهم ولا ما خديتيهمش؟ لا صراحه لا صراحه انا باش تصحح لك المعلومه مشيت ثلاثه اربعه تبارك الله الحمد لله اللهم لك. قبل ما نختموا معاك اسماعيل، بغينا نعرفوا الكره فيها الفلوس ولا لا؟ الكره فيها الفلوس، ولكن الا عرفتي كيفاش تسير الامور ديالك، حيت حنا راه حيت انت شوف حنا في واحد المجال اللي هو صعيب شويه، في واحد المجال اللي صعيب، وانت هادشي ماشي خافي عليك، يعني راه كاينين لعابه مساكن اللي دازوا من المراحل ولعبوا بزاف وهادي وكذا وفهمتيني، والامور الماديه ديالهم تدهورات. تيبقى هذا الواحد خصو يعرف بان الفتره اللي كيلعب فيها الكره يعني هي فتره حساسه وفتره قصيره، وخصو يعيش حياته فهمتيني ويعرف كيفاش يسير الامور ديالو باش يخرج لبر الامان. اسماعيل قبل ما نختمو بغيناك تعطي كلمه اخيره للجمهور ديالك. كنشكركم على هاد كنشكر قناه ماسانك تي في على هاد الاستضافه هادي، وكنشكر الطاقم ديال ماسانك تي في، وكنتمنى لكم التوفيق في المسار ديالكم النهائي. شكرا اسماعيل، شكرا طاقم البرنامج تويشيه رياضيه. بهذا نكون وصلنا لنهايه تويشيات اليوم، السلام عليكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masanktv.ma.